أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر بدء تنفيذ إجراءات إفراجات قضائية وشرطية بحق 78 من سجناء الرأي. وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو: تم صدور قائمة بأسماء جاري الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وتضم القائمة وفق البيان 60 اسما موجودين بعدة سجون مصرية. في سياق متصل، أكد عضو اللجنة المحامي طارق العوضي أن من بدأت إجراءات الإفراج عنهم هم 23 من سجن طرى، و 26 من سجن أبي زعبل، و 8 من سجن القناطر، وسجين واحد من سجن المينيا، وسجينان من سجن مركزي. وأشار إلى أنه سيتم كذلك الإفراج اليوم عن جميع موظفي شركات التأمين المحبوسين وعددهم 18. من جانبه، وصف المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قوائم الإفراجات بأنها محبطة ومخيبة للأمال وخارجة عن روح المشاورات التي جرت على مدار شهرين منذ انطلقت الدعوة للحوار الوطني. وأكد صباحي في منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الالتزام السياسي والأخلاقي بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي لمقدمة لا بد منها، ولا تخلي عنها لخلق مناخ موات لحوار وطني جاد منتج معربا عن تمسكه بالسعي من أجل إفراج عاجل عن كل سجين رأي. وقال صباحي: هناك روح بناءة من التفهم لمطلب الحركة المدنية بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي كمقدمة لا بد منها لبدء الحوار الوطني بما فيهم سجناء الرأي البارزين من قيادات الأحزاب ونشطاء التواصل الاجتماعي ضمن قائمة أولى قدر عددها المقترح ب1074. ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة عماد حمدي المتحدث باسم حزب الكرامة والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد عمرو. سيد عمرو، قبل أيام كنت معي ضيفا على هذا البرنامج وتحدثنا عن لجنة العفو الرئاسي ومخرجات الأرقام التي ستخرج منها، وكنت قد أكدت لنا فيما يتعلق بالحوار الوطني بأن هناك أخبار جيدة فيما يتعلق بإفراجات عيد الأضحى. الثمانية وسبعين من سجناء الرأي الذين تم الإفراج عنهم اليوم بهم قوائم متعلقة بالتأمين والعمال وما إلى ذلك، ولكن هل هذا هو الرقم الذي تتحدثون بشأنه؟ لا بالطبع، هذا الرقم محدود جدا حتى الآن. أعتقد أن من أفرج عنهم من 1074 لا يتجاوب النصف. سيد عمرو، يبدو أن هناك مشكلة. لا يأتي بشكل أو لا يكون مبشر بإجراء حوار حقيقي وعملي قادم، لا يعطي نوع من الجدية والثقة ما بين المتحاورين في الحوار الوطني، يسبب قدر كبير جدا من الحرج للقوى المدنية، ومن ثم فهو غير كافي وينتظر من السلطة أن تفرج عن المزيد حتى نستطيع أو حتى نقدم على استكمال ما بدأناه من حوار ما بين القوى المدنية والسلطة والأطراف المؤيدة لها. طيب، تحدثنا عن القائمة المكونة من 1074 اسم كقائمة أولى مقترحة من جانب القوى لأجل يعني ضمان جدية الدخول في الحوار. هل هذه الأسماء التي أفرج عنها اليوم أو سابقتها ضمن هذه القائمة؟ ومن هي الأسماء التي كانت ضمن القائمة ولم يفرج عنها حتى اللحظة، حيث أن الأرقام لا تصل إلى هذا الرقم، فلابد من أسماء كانت لديكم من الشخصيات السياسية البارزة والمعروفة والنشطاء أيضا؟ بعض الأسماء من القائمة، لكن هناك أسماء كثيرة لم ترد ضمن الأسماء المفرج عنهم بشكل رئيس.
من أفرج عنهم هم قيادات نقابية وعمالية، لكن في خلافات طبعا حوالين هذه القضايا، قضايا نقابية وعمالية، لكن المرتبط أسمائهم بالأمور الخاصة بحرية الرأي والتعبير. كان هناك ضحالة شديدة جدا، العدد محدود جدا، أتصور أنه كان يجب أن يكون يشمل ذلك النخبة المعتبرة من المسجونين أو المحبوسين أو الموقوفين أو المعتقلين، كلها أسماء تقريبا مترادفات شبه واحدة من هؤلاء. نعم، هل يمكن أن تعطني أسماء سيد عمرو؟ هل يمكن أن تعطني أمثلة للقادة أو لمن تقدمتم بطلب الإفراج عنهم ولم يتم الاستجابة لذلك الطلب حتى اللحظة؟ أسماء مثل أكسجين وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة ضمن الأسماء طبعا اللي كان متوقع، لكنهم لم يأتوا ضمن هذه الأسماء. فطبعا وأسماء كثيرة يعني أخرى لا تحضرني الذاكرة، لكن هناك نوع من الضحالة شديدة جدا والفقر شديد جدا، مطالبة أخرى بضرورة التعاطي مع طلبات القوى المدنية والحركة المدنية بجدية أكثر حتى تستطيع الحركة أن تستكمل الحوار الذي بدأت إجراءاته ولم يبدأ بعد، بدأت إجراءاته أول أمس. نعم، سأعود إليك سيد عمرو بعد قليل، ولكن ابقى معي. سيد عماد حمدي، كيف تابعتم الإفراج اليوم عن 87 ومجمل القائمة التي وصفت بأنها الأكبر منذ بدء لجنة العفو الرئاسية عملها هذه المرة، وكيف تنظرون إلى تأثير ذلك على ما يسمى بالحوار الوطني أو الدعوة للحوار الوطني التي من المزمع أن تبدأ بشكل فعلي بعد عيد الأضحى المبارك؟ يعني النهاردة القرار بيؤكد رغبة السلطة أو إصرار السلطة على المراوغة. إحنا حذرنا قبل كده، وبيؤكد كمان مخاوف المتخوفين من أن هذه السلطة هي سلطة غير جادة في الحوار، بدليل أنها لم تقدم ولا دليل واحد لإثبات حسن النية حتى الآن. أكثر من شهرين دعوة الحوار أطلقت، إجمالي أعداد المفرج عنهم واللي هم بالمناسبة كان هيتم الإفراج عنهم بشكل روتيني لأنها مناسبات لا علاقة بعيد الفطر أو فيما بعده بعدين 30 يونيو وعيد الأضحى، هي إفراجات روتينية بتحصل سواء في حوار أو ما فيش حوار. أقصد أقول إنه ما فيش جديد، وطالما ما فيش إضافة يبقى خلاص كما كنت، الوضع على ما هو يبقى على ما هو عليه. إيه اللي حصل؟ إنه هذه السلطة قالت، دعت قوى سياسية وأحزاب وشخصيات عامة للحوار، تعالوا نتحاور حتى نحلحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلد. طيب يا أخوانا، عشان تثبتوا حسن النية لازم تقدموا أمارات، إشارات تقول إن أنتوا فعلا ناويين تدخلوا هذا الحوار بعزم مؤكد ونية خالصة لإحداث حلحلة. طلعوا لنا المساجين السياسيين ومساجين الرأي اللي لا ينبغي إن هم يفضلوا ساعة واحدة في السجون، خصوصا انه الكثير منهم تخطى الفترات القانونيه للحجز الاحتياطي، مفيش حاجه بتحصل. اذا هذه السلطه لم تثبت حتى الان ولم تقدم حتى الان ما يفيد بانها فعلا ناويه تدخل حوار وتستمع لمطالب القوى السياسيه المعارضه في البلد. اذا كان اهم مطلب واسهل مطلب الذي لا يحتاج سوى قرار لغايه دلوقتي حضرتك لم تنفذه، ويبدو ان في نيه انك مش عايز تنفذه، يعني في رغبه هناك داخل هذه السلطه او داخل اجهزه معينه داخل هذه السلطه او اي شيء انه مش عايزين ينفذوا هذا القرار او مش عايزين يفرجوا عن المساجين. سيد عماد، طيب من هي هذه الاجهزه؟ من هي هذه الأجهزة؟ من الذي لا يريد تنفيذ قرار؟ الرئيس كان قد أعلن عن لجنة عفو رئاسي، شكلت لجنة العفو الرئاسي من شخصيات معروفة يعرفها الجميع، وتقول إنها تبذل قصارى جهدها. كان من المفترض أن يكون معنا عضو لجنة العفو الرئاسي في هذا النقاش طارق العوضي، وما زلنا نحاول التواصل معه حتى اللحظة حتى يعطينا مزيد من التفاصيل، ولكن إن كنت تقول إن هناك جهات داخل الأجهزة هي التي لا تريد تنفيذ تلك الإرادة أو تنفيذ
تلك الرغبة؟ من هي هذه الجهات؟ هذا السؤال تجاوب عنه السلطة بدوائرها المختلفة والمسؤولين عن صناعة اتخاذ القرار فيها. لما رئيس الجمهورية اللي هو على رأس السلطة التنفيذية في البلد يطلع يقول احنا عايزين حوار، ومن يعني من الإجراءات التمهيدية لإجراء هذا الحوار ان احنا هنفرج عن المعتقلين ويقدموا يعني رسائل طمأنة للمعارضة، ثم يمر كل هذه الفترة او تمر كل هذه الفترة بدون ان يترجم ذلك الى على ارض الواقع، يبقى في مشكله. ايه سبب المشكله وايه سبب تعليق قرار الرئيس او سبب يعني الوقوف ضد استكمال هذه الرغبه والافراج عن الناس؟ انا ما اعرفش، لكن هذه السلطه الان مطالبه اكتر من اي وقت مضى تقول لنا هي فعلا جاده في اجراء حوار سياسي ولا مش جاده. طيب لو جاده، ايه سبب هذا التباطؤ وهذا العطل حتى الآن؟ يعني حقيقة أسئلة لم تجد إجابة حتى الآن. نعم، ابقى معي سيد عماد، أعود إليك مرة أخرى. سيد عمرو، سيد عمرو، أنتم كما قلت بدأتم الجلسة الإجرائية الأولى، ومن المفترض بعد إجازة عيد الأضحى أن تبدأوا في جلسات الحوار. حتى اللحظة هذا الرقم المفرج عنه لا يبدو أنه يلبي تطلعاتكم لأجل إنجاز هذا الحوار. ما الذي لديكم لتضغطوا لأجل تنفيذ هذا المطلب والذي كان مطلبا أساسيا لبدء حوار؟ نحن في انتظار من نحن نمثلهم في مجلس الأمناء. بمعنى آخر، نحن في انتظار أي التعليمات من الحركة المدنية بالبقاء أو الانسحاب. إن هذا الوضع غير مرضي بالمرة. كما قال الأستاذ عماد، نحن بالفعل وعدنا من قبل رئيس الدولة بإجراء حوار جاد وإذ سيد عمرو، أعتذر منك عن المقاطعة واسمح لي بالذهاب إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي. سيد طارق، مرحبا بك. أريد أن أعرف منك طبيعة هذه القائمة التي أفرج عنها اليوم في لجنة العفو الرئاسي. هل هذا هو الرقم الذي كنتم تنتظرونه عندما تحدثتم عن قائمة عفو رئاسي في عيد الأضحى المبارك مبشرة؟ طيب خلينا بس نقول ان احنا يعني في يعني انا شايف ان في كده محاوله لاجراء مقارنات بين ما تم وبين احلامنا او تطلعاتنا. بالتاكيد احنا نامل ونتطلع الى ان يتم العفو والافراج عن جميع المحبوسين على ذمه قضايا راي من مختلف التيارات السياسيه ومن المستقلين. لكن المؤكد ان هذا الرقم اللي تم اعلانه اليوم بالاسماء وهو عدد 60 شخص، يعني هذا العدد هو أكبر عدد يخرج تقريبا من 8 سنوات. بالتأكيد الوضع بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أفضل من قبل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. بالتأكيد ليس أفضل الأماني وليس ما نتمناه، لكن إحنا مستمرين في الضغط. في ناس بتخرج، في ناس بتخرج. عدد الذين تم إخلاء سبيلهم منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي حتى الآن يزيد عن 500 شخص. ده رقم على مسؤوليتي وعلى مسؤولية لجنة العفو الرئاسي. هل الإفراج توقف؟ هل العفو توقف؟ بالتأكيد لا، مستمرون في إعلان قوائم أخرى إلى أن يتم الإفراج والعفو عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا. طيب سيد طارق، بالنظر إلى أنك تقول أنه على مسؤوليتك أكثر من 500 شخص، كم عدد المحبوسين احتياطيا ضمن هذه العدد أو هذا العدد الإجمالي؟ خاصة أن المحبوسين احتياطيا ليسوا بحاجة إلى عفو رئاسي، هم يمكن الإفراج عنهم بقرار النيابة أو يصرفوا لأنهم حبسهم بالأساس كان فعل غير قانوني. وكم عدد الذين هم سجناء محكومين بالفعل لديهم أحكام قضائية تستدعي العفو الرئاسي؟ طب هو في حد داخل معنا على الخط الأول؟ يعني في حد داخل معنا على الخط بيتكلم؟ لا أفهم ما تقوله سيد طارق. هل سمعت سؤالي؟ أيوة سمعت السؤال، بس بقول لحضرتك في حد داخل معنا على الخط الثالث يعني؟ أنا لا أسمع أحد آخر وفقط أسمعك أنت. طيب
احنا في يعني اتحدى اي حد يقدر يقول عدد المحبوسين سواء احتياطيا او المحكوم عليهم، محدش يعرف عدد حقيقي حتى الان للمحبوسين سواء احتياطيا او صدر بشانهم احكام. واحنا لما اطلقنا المبادره تجميع الاسماء في 7 منظمات حقوقيه مصريه قامت يعني تطوعت بتجميع الاعداد وتلقي طلبات من الناس، ارسلت الينا 2400 اسم من ضمنهم 300 تقريبا جنائيين وليسوا سياسيين. الاعداد اللي احنا بنطمح لاخلاء سبيلها كل الناس اللي محبوسه، طبعا احنا بنطمح الى ان كل المحبوسين في قضايا الراي يتم الافراج عنهم. الناس كانت محبوسه بقى لها 2 و3 سنين احتياطيا، بيتم النهارده الافراج عنهم والافراج الفوري من على باب من بوابه السجن بتعبير المحامين، يعني اسمه افراج بوابه، ودون اعاده تدويرهم مره اخرى، دون عرضهم على مديريات الامن. نعم سيد طارق، كان سؤالي متعلق بعدد المحبوسين احتياطيا ضمن ال 500 التي تحدثت عنها، ولكن اريد ان اعرف منك طبيعه الذين يتم الافراج عنهم، بمثلا اذا تحدثنا عن اسماء كهدى عبد المنعم، علاء عبد الفتاح، زياد العليمي، هيثم محمدين، محمد القصاص، محمد الباقر، هذه اسماء ان لم اضف لها زملائنا في شبكه الجزيره او في قناه الجزيره مباشر، هشام وبهاء واحمد وربيع، كل هذه الأسماء ما الذي يحدث معهم؟ ما هي طبيعة تلك الإفراجات؟ هل سيخرج هؤلاء؟ وأحمد دومة وناس كثير جدا يعني كمان، يعني مش بس وهالة فهمي وصفاء الكرباجي وكل كل كل الناس اللي محبوسين، اللجنة شغالة عليهم، اللجنة بتمارس كل أشكال الضغط على الأجهزة المعنية بالموضوع واللي بتملك إصدار القرارات الإفراج أو العفو الرئاسي من أجل الإفراج عنهم. الموضوع وقت، مسألة وقت فقط شيء، وإحنا في كل الاجتماعات وكل المناقشات والتواصل مع الأجهزة بنمارس هذا الضغط، وبيتم وعدنا سيتم الإفراج عن الناس، كل الناس أمرها مطروح على لجنة العفو، كل الناس أمرها يعني مطروح على أن يصدر قرار بإخلاء سبيلهم أو قرار من النيابة العامة أو بالعفو عنهم من رئيس الجمهورية. أعتقد أن في الشهرين اللي تم فيهم عمل لجنة العفو تم الإفراج والعفو عن مجموعة كبيرة منهم، أسماء كتير بارزة زي مجدي أورقور، محمد محي الدين، عبد الرحمن مكة، نعم، شريف الروبي، يعني في نعم. طيب سيد طارق، سؤال آخر، ما هو المدى الزمني لعمل لجنة العفو الرئاسي؟ هل ستظلون تعملون في هذه اللجنة لشهر، عام، عامين؟ ما هو المدى الزمني الذي يمكننا أن نعرف منه أنه انتهت محاولة الإفراج عن هؤلاء السجناء وهذا الرقم هو الرقم النهائي؟ طالما أنه لم يصدر أي تصريح رسمي لنا أو تلميح إلى أن قوائم الإفراج انتهت ولن يتم الإفراج عن أحد بعد ذلك، فنحن تصريحا أو تلميحا فنحن مستمرون واللجنة مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، فليس هناك مدى زمني. طيب. مدى الزمني المدى مرتبط بالإفراج على الناس أو أن تستشعر اللجنة أنه لا يوجد قوائم إفراج بعد ذلك. طيب بالإضافة إلى هذه النقطة، هناك حوار وطني كان مشروطا لبدايته أو واحد من النقاط التي وضعت على الطاولة لأجل بدايته هو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي حتى انتهاء إجازة العيد، هل هناك أرقام أخرى سيتم الإعلان عنها؟ بالتأكيد كده احنا في خلال أسبوعين إن شاء الله في قائمة أخرى سيتم الإفراج عنها. إذن خلال أسبوعين من المفترض أن هناك قائمة. سيد طارق، أين تكمن المشكلة؟ إن تقدمتم بكل هذه القوائم وتطرحون كل الأسماء وتحاولون الضغط على الأجهزة، أين تكمن المشكلة التي تجعل منذ بدء عملكم حتى اللحظة الرقم الإجمالي هو 500 وربما يزيد رقم أو رقمين؟
المشكله تكمن في البيروقراطيه المصريه، ان احنا يعني ما زلنا نعاني من البيروقراطيه المصريه العتيقه، ان بيتم الفحص اسم لكل يعني اسم لكل الاسماء بتقدم بها في اجهزه معنيه بالموضوع بتفحص الاسماء وبنستنى الرد على الاسم ثم التعامل مع الجهه المنوط بها انها تصدر القرار. كل دي مسائل بتاخد وقت وبتاخد اجراءات، احنا بنضغط لاسراء لتسريع وتيره اتخاذ القرار، لكن احنا ما زلنا بنعاني فعلا مما يسمى بالبيروقراطيه وبدء الاجراءات والحاجه الى توقيعات كثيره واراء كثيره في الموضوع، لكن الموضوع مستمر. الناس بتخرج حقيقي، الناس شايفه اعداد بتخرج قدامها، شايفه اسماء بتخرج قدامها، لا يوجد محاذير على اي اسم تقدمنا بيه، لم يقل لنا احد هذه الاسماء ما تقدموهاش، الاسم ده ممنوع، ما حدش يتكلم على دوت. اللجنه عملت زيارات في السجون ل احمد دوما ولزياد العليمي وليحيى حسين عبد الفتاح قبل ما يتم صدور قرار بالعفو عنه، استصدرت قرار بالعفو بعد 4 ايام من صدور الحكم ضد يحيى حسين عبد الفتاح، استصدرت قرار بالعفو تاني عن 3 من اللي محكوم عليهم ب 15 سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء. بنعمل على إن القضية دي تتقفل تماما ويتم العفو عن كل اللي صدر ضدهم أحكام في قضية أحداث مجلس الوزراء. أستاذ طارق، هل هناك أولويات، مثلا أولويات صحية، أولويات متعلقة بالأوضاع؟ لأن مثلا الزميل هشام عبد العزيز، وأنت تعلم، تحدثنا معك في هذه النقطة قبل ذلك، هو بحاجة إلى جراحة في عينه، تقريبا فقد البصر والسمع بنصف وجهه. علاء عبد الفتاح تقول أخته منى وسناء وتقول والدته أنه مضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوم، ألا توجد أولويات في عمليات الإسراع بالإفراجات؟ ده بيخضع في الاخر لتقدير الدوله، لكن انا عايز اقول لك مثلا ان هشام عبد العزيز وعمر امام مثلا، انا يوميا يعني بتكلم يومي والله بشكل يومي، ممكن 3-4 مرات في اليوم بتكلم عن هشام عبد العزيز وعمر امام. وما هي الردود التي تاتيك سيد طارق؟ وبقيه الاسماء يعني والله لا والله يعني كل الردود اللي بتيجي شغالين عليهم، حاضر يعني. ما انا بقول لحضرتك ما تقالناش لا على اي على على على, على اي اسم، اي اسم مهما كان ومهما اتقال ومهما كان هو مين ومهما الناس بتكتب على السوشيال ميديا كلام عنهم انهم هيخرجوا، ده كلام مش صحيح. يعني انا يعني ادعي ان كان ليا سبق يعني جهد في الافراج عن مجد قرقر، ان انا يوم فرح بنته بعت لهم وقلت لهم انا اب وعندي بنات واتمنى ان الراجل ده يخرج يحضر فرح بنته، ده فرح بنته النهارده، حتى لو هنطلعه ونوديه فرح ويرجع تاني. وبعد اللقاءات دي اكتر من مره كنت ببعت حتى الكلام اللي كان بيكتبوه ولاده حوالينه، تم الافراج عنه في الدفعه اللي قبل الاخيره اللي خرجت. طب شغالين على الناس كلهم. انا بعترف ان احنا يعني لسنا على مستوى طموحات الناس واملها، ولسنا على مستوى طموحاتي انا بشكل شخصي، لكن المؤكد ان في شغل حقيقي موجود على الارض، في ناس بتخرج بالفعل، وطول ما الناس بتخرج احنا مستمرين وموجودين طالما ان في ناس بتخرج. اي عدد بيخرج النهارده في 60 اسره مصريه يعني هيبقوا فرحانين في العيد، عندهم عائلهم موجود. لو سمعك الرسائل الناس وهي بتعيط ازاي مبسوطه لما بلغناهم خبر الافراج عن اولادهم اللي محبوسين، ده بيخلينا نستمر طول ما الاجهزه متعاونه معانا وبتقول حاضر وبتطلع فعلا بالفعل وبيبعتوا لنا الاسماء وبنعلن الاسماء بشكل مستمر، مش على الدرجه اللي احنا كنا بنعملها وبنطمع اليها، لكن موجود بالفعل حاجه موجوده. يعني يعني لو احنا في امتحان فهنجيب 5 من 10، هنجيب 6 من 10، افضل ما نجيب 0 من 10. احنا مش شغالين وموجودين، وطول ما دام ان الاجهزه لم ترفض اي طلبات لينا وطالما انها مستمره في انها تعلن قوائم وتطلع اعداد، حتى لو احنا شفنا ان هذه الاعداد ضعيفه، وانا بتفق مع اللي بيشوف ان الاعداد ديت ضعيفه بالتاكيد وقلنا الكلام ده، لكن في اعداد بتخرج، فاحنا مستمرين الى ان يتم الافراج عن كل الناس ان شاء الله.
شكرا جزيلا سيد طارق العواضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، لك جزيل الشكر. عودوا إليك سيد عمرو هاشم ربيعة. سيد عمرو، تابعت ما قاله ضيفي من القاهرة، وسؤالي إليك، هل ستعود إلى لجنة الحوار وجلسة لجنة الحوار بعد عيد الأضحى إن لم تكن الأرقام المفرج عنها والأسماء المفرج عنها مرضية بالنسبة لطلباتكم التي وضعتموها لأجل بدء هذا الحوار؟ نحن منتظرون حياة لمن نمثلهم في المجلس الأمناء. الحركة المدنية هي من تحدد وهي من تصدر التعليمات في هذا الشأن. كما اتضح من كلام الأستاذ العوضي أن يد اللجنة، لجنة العفو، مغلولة تماما. طبعا كل التقدير والاحترام لكل ما قال، لكن قال كلام قيم جدا بحق اللجنة، وأنا متأكد أن هذا الكلام حقيقي تماما، لكن يؤكد أن يد اللجنة مغلولة تماما أمام القوى التي تتصدر المشهد في أو تتعنت في العفو. نعم سيد عماد حمدي، أنقل إليك نفس السؤال، كحركة مدنية هل ستستمرون في الدخول في الحوار ما لم يتم الالتزام بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمعتقلين السياسيين؟ قبل الإجابة عن السؤال ده حياتي اسمحي لي بس أقول إنه في مغالطات كتير اتقالت فيما يتعلق بعمل لجنة العفو ودور لجنة العفو، والحقيقة ما بعد لجنة العفو ليس أفضل بكثيرا عن ما قبلها، وانه الافراجات اللي بتطلع ممكن كانوا يطلعوا في اي مناسبه، عيد تحرير سيناء، عيد الاضحى، عيد الفطر، اي من هذه المناسبات. وانا مش عارف الاستاذ طارق اتكلم عن انه دي اكبر قائمه مكونه من 60 واحد، لا الحقيقه كان فيها قبل كده قوائم اكبر من هذا العدد، ولا تقصد 60 واحد من محبوسين الراي، من سجناء الراي، من السجناء السياسيين؟ حتى هذه اللحظة كلامك برضو مش حقيقي، لأنه 60 واحد دول أنت ما تعرفهمش ولا أنا أعرفهم ولا حد يعرفهم، وده معناه أنه في عدم استجابة أصلا للمطالب التي طلبتها لجنة العفو. هي مش بس مغلولة اليد، خلينا نسمي الأمور بمسمياتها، لجنة العفو لا تحدث أي إضافة ولا يستمع إليها، لأنه في النهاية يا أخوانا ده مش قرار فني، ده قرار سياسي. حينما تخلص السلطة دي مشاكلها مع بعضها هتقدر تقول أيوة لجنة العفو مقدمة لنا 1400 اسم، هنطلع منهم 1000 ولا 1200 ولا حاجة. حتى هذه اللحظة لم يحدث. طيب ولم ماذا يحدث عن استمراركم في الحوار؟ في الحوار احنا ملتزمين ببيان 8 مايو اللي طلعته الحركة المدنية، واللي تحدث عن إجراءات وضمانات بدونها لن نكون جزءا من هذا الحوار، لانه بيفتقد الحد الادنى لشرط الجديه. واحنا في حزب الكرامه نوهنا اكثر من مره واصدرنا بيانات عن انه موقفنا التزاما من هذا الموقف المبدئي في ضمانات اللي وردت في بيان 8 مايو ملتزمين بيها تماما، لان احنا الزمنا نفسنا بيها قبل ما نلزم بيها اي طرف اخر. وضحت الفكره عماد حمدي المتحدث باسم حزب الكرامه والقيادي بالحركه المدنيه الديمقراطيه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الانترنت من القاهره، والشكر كذلك موصول لضيفي عبر الانترنت من القاهره عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا لكم.